مرحبا وسلام ويعطيكم العافية. بدنا نحكي اليوم عن موسم الطيور المهاجرة. هذه زي ما انتم شايفين الطيور في نهاية الخريف عم تترك كندا وتنزل للجنوب عشان الجو. زي ما انتم شايفين كل البط عم بحاول انه يطلع من الشمال إلى الجنوب. طبعا هذا الحركة الطبيعية إنه بروح على الجنوب عشان أدفى. نفس الاتجاه، شايفين كلهم نفس الاتجاه. مشهور في كندا اللي هو الكندا جوز أو الوز الكندي، هعطلكوا صورته. طبعا هذا الكندا جوز بيجي هون بالصيف، بعد لحد نهاية الخريف. إحنا الآن بردت الدنيا، فعم بتصير الهجرة العكسية هاي إلى الجنوب. طبعا هذا من أجمل الأكتيفيتي اللي ممكن تسووها أنت وولادكم، تشوف كيف بيطيروا هذا البط، كيف الأسراب بتمشي. It's caught in the crossfire.